بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أحببت اليوم أن أبلغكم هذه الآية، نتدبر المعنى العميق الذي فيها. أخي الحبيب، لا تقلق، لا تحزن على الرزق، لا تضيق من قلة الرزق، لا تكتئب بسبب عدم وجود المال، لأن رزقك في السماء مكتوب منذ أن كنت جنينا في بطن أمك. الله تعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما وعدك الله إياه، كل حياتك مكتوبة عند الله، كل تصرفاتك مكتوبة في كتاب مبين عند الله، كل قرش، كل شيء سيرزقك الله إياه مكتوب. لذلك اطمئن واهدأ، و يعني تواصل مع الله، تواصل مع الله من خلال الدعاء، اجتهد بالدعاء، قل هذا الدعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منه، بل يقول إنه يجمع لك خيري الدنيا والآخرة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فإذا ضمنت المغفرة من الله، وضمنت الهداية إلى الطريق الصحيح، وضمنت أن الله يرحمك، وضمنت أن الله سبحانه وتعالى يعافيك ويعطيك الصحة، وضمنت أن الله يرزقك، ماذا تريد بعد ذلك؟ لذلك رجاء احفظوا هذه الآية، وتذكروا المعاني العميقة التي فيها، وتذكروا أن هذا الرزق يأتي من الله في اللحظة التي يريدها، في الوقت الذي يريده، في المكان الذي يريده، بالكمية التي يريدها. وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله العظيم.